المحكمة الاتحادية في الأساس هي تلتزم بمراقبة مدى تطبيق الدستور على صعيد القوانين الأنظمة اللوائح، فهي وظيفتها مراقبة دستورية القوانين والأنظمة والإجراءات السياسية المختلفة. إذن المحكمة الاتحادية اليوم هي موجودة طبقا لقانون منذ زمن بريمر، منذ زمن قانون إدارة الدولة قبل الدستور، لكن عندما صدر الدستور والدستور يشير بوضوح إلى أهمية تشريع قانون للمحكمة الاتحادية، إذن يجب أن السلطات التشريعية تشرع قانون جديد للمحكمة وتشكل محكمة اتحادية جديدة طبقا للقانون وبالتالي طبقا للمواصفات التي قد تختلف عن المواصفات اللي كانت سائدة في قانون إدارة الدولة. أيضا لاحظنا يعني هذه أيضا ظاهرة مهمة، عندما ارتكبت المحكمة الاتحادية بعض القرارات اللي خلقت إشكالات في العلاقة بين بغداد وأربيل، لاحظنا تدخل مجلس القضاء وتدخل محكمة التمييز العليا والاستئناف لمعالجة المشكلة، وفعلا تم معالجة هذه المشكلة بهدوء. إذن الالتزام بالقانون، الالتزام بالدستور، الالتزام بالنظام اللي يدعو إلى القيادة الكردية باستمرار هو المفتاح الأساسي لبناء السلم والاستقرار والأمن المستدام بين بغداد وبين أربيل.